أهلا وسهلا بكم. في المحاضرة دي هنتكلم على أنظمة محركات الديزل. في محرك الديزل الطاقة الكيميائية بتتحول إلى طاقة حركية، الطاقة الكيميائية الكامنة في الوقود عن طريق احتراق الوقود في غرف الاحتراق. بيتم تحويل الوقود ده إلى طاقة حركية أو طاقة ميكانيكية. محركات الديزل لها أنظمة مختلفة، على الرغم أن محرك الديزل ده منظومة كاملة لوحده، في بعض الأنظمة الداعمة لمحركات الديزل دي هنشوفها مع بعض في محاضرة اليوم. ومحركات الديزل بتدخل في تشغيل معدات الثقيلة والسيارات، وخصوصا السيارات اللي محتاجة قدرة أو عزم أكبر، لأن كفاءة محركات الديزل بتكون أعلى من كفاءة محركات البنزين. في السيارات عموما وفي المعدات الثقيلة خصوصا هناك أجزاء وأنظمة مشتركة فيها. على رأس تلك الأجزاء أو الأنظمة محركات الديزل، المضخات، نظام الوقود، نظام ضخ الوقود طبعا لمحرك الديزل، صناديق الدروس، أساسيات نقل الحركة، الزيوت، الفرامل، الإطارات، دوائر الهيدروليك، دوائر النيوماتيك، اسطوانات الهيدروليك، البطاريات، الدوائر الكهربية، بادي الحركة أو المرش، المبينات المختلفة، دائرة الإشارات الجانبية والتحذيرية، وغيرها من الأجزاء والأنظمة المشتركة في المعدات الثقيلة. لكن هنخص بالدراسة في المعدات الثقيلة الأجزاء دي، وهنبدأ النهاردة بأول جزء أو أول منظومة محركات الديزل والأنظمة المتعلقة بها، سواء نظام ضخ الوقود أو نظام التزييت، وبالتالي هاخد نبذة عن دوائر أو دائرة الهيدروليك وبعض مكوناتها. الانيميشن ده بيوضح الاربع اشواط اللي بيحصلوا داخل محرك الديزل. من المكونات الاساسيه لمحرك الديزل الكرانك شافت او عمود الكرانك، عمود المرفق، الكونكتنج رود او عمود التوصيل، البيستون او المكبس، وغرفه الاحتراق اللي بيتم داخلها احتراق الخليط ما بين الهواء والوقود، عمود الكامات اللي بيتحكم في غلق وفتح الصمامات، ده صمام السحب بيفتح عشان يدخل الهواء، وده صمام العادم بيفتح عشان يخرج العادم الناتج من الاحتراق. الأربع أشواط اللي بيحصلوا في محرك الديزل بالترتيب: أول حاجة شوط السحب رقم واحد، رقم اتنين شوط الضغط، رقم تلاتة شوط القدرة أو الاحتراق أو التمدد، ورقم أربعة شوط العادم. يبقى الشوط الأول الانتاك السحب، الشوط التاني الكمبريشن أو الضغط، الشوط التالت الكمباشن أو الباور أو الإكسبانشن، شوط الاحتراق أو شوط القدرة أو شوط التمدد، الشوط الرابع الإكزهوست أو شوط العادم. الأشواط الأربعة دي موضحة بالألوان. هتلاقي أول شوط لما يجي المؤشر عليه اللي هو باللون الأزرق الفاتح، هتلاقي الصمام ده هيفتح ويدخل الهواء والمكبس هينزل لتحت. الشوط التاني هيبدأ الهواء ينضغط، وعند نقطة معينة يتم حقن السولار، وبالتالي هيحصل الشوط الثالث اللي هو شوط التمدد أو القدرة، وأخيرا هيفتح الصمام ده عشان يخرج العادم. يبقى كده آدي السحب، آدي الضغط الصمامين مقفولين، وآدي القدرة مازال الصمامين مقفولين، وبعد كده يفتح الصمام ده عشان يخرج العادم أو مخلفات الاحتراق. الأربع أشواط دول بيحصلوا بصفة دايمة. على الشمال هنا موجود الـ PV diagram أو منحنى الضغط والحجم.
ادي شوط السحب، بيحصل زيادة في الحجم، بعد كده بتتم عملية الانضغاط، بعد كده شوط الضغط، يبدأ الضغط يزيد والحجم يقل، بعد كده الحجم هيبدأ يزيد في الاكسبانشن، والشوط الرابع يفتح الصمام بتاع العادم ويبدأ الحجم يقل. محركات الاحتراق الداخلي في العادة بتكون مكونة من أكتر من أسطوانة وبالتالي أكتر من بيستون، وأشهر المحركات اللي بنسميه 4 سلندر، 4 غرف احتراق، ده البيستون أو المكبس، وده عمود المرفق أو الكرانك شافت أو بيسموه بالاسم الدارج عمود كرانك. البيستون أو المكبس بيتصل بعمود المرفق عن طريق ذراع التوصيل أو الكونكتنج رود، ودي غرف الاحتراق أو السلندر. وأدي الموتور الـ4 سلندر بيشتغل بالشكل ده. الجزء اللي فوق ده اسمه عمود الكامات، والوظيفة بتاعته هو التحكم في غلق وفتح الصمامات. على كل غرفة احتراق أو كل سلندر موجود صمام سحب الهواء وصمام خروج العادم. فائدة عمود الكامات إنه بيتحكم بتوقيتات مظبوطة في فتح وغلق الصمامات، صمام السحب وصمام العادم. ودي الأشواط الأربعة، كل أسطوانة بيحصل فيها الـ4 أشواط. إذن أشواط المحرك 4 أشواط: شوط السحب أو الإندكشن، وفي الشوط ده بيكون صمام العادم مغلق وصمام الهواء مفتوح، يتم سحب الهواء عن طريق حركة المكبس إلى الأسفل. الشوط اللي بيتبعه على طول شوط الضغط أو الكومبريشن، وفيه بيكون الصمامين مغلقين تماما، صمام الهواء وصمام العادم، والمكبس بيتحرك إلى أعلى ضاغطا الهواء واستعدادا لرش السولر أو الوقود. الشوط الثالث هو شوط الاحتراق أو القدرة، وده بعد على طول شوط الضغط، نوصل لأقصى ضغط، وفي الحالة دي في اللحظة دي بيتم رش السولر على الخليط، فبيحصل الإجنيشن أو الاحتراق أو الاشتعال بتاع الخليط. وفي الشوط ده، وده مصدر بقى الطاقة، الطاقة الكيميائية تحولت إلى طاقة حركية في الشوط ده عن طريق احتراق الوقود، بيسموه الإجنيشن أو شوط الاحتراق أو شوط القدرة أو شوط الباور. يتحرك البيستون إلى أسفل والصمامين مغلقين تماما. الشوط الرابع والأخير هو شوط العادم أو الإكزهوست، وفي بيكون صمام الهواء مغلق وصمام العادم مفتوح، وفي الشوط ده المكبس بيتحرك إلى الأعلى طاردا مخلفات الاحتراق أو العادم من غرفة الاحتراق. الأشواط الأربعة دول بيتكرروا مباشرة، يعني بعد شوط العادم نرجع تاني من الأول، يبقى شوط السحب وبعد شوط الضغط وبعد كده الاحتراق وبعد كده العادم، وتبدأ الكرة تتكرر مرارا وتكرارا بسرعة كبيرة. أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده، هنوضح الفرق بين محرك الاحتراق الداخلي اللي هو من نوع الأوتو والمحرك الاحتراق الداخلي اللي هو الديزل. في ديزل انجن وفي أوتو انجن. لو بصينا كده في الانيميشن اللي قدامنا نقدر نفرق بسهولة خالص ما بين الأوتو والديزل، أو محرك السولار ديزل انجن ومحرك البنزين الأوتو انجن. اللي هيوضح هو السبارك بلاج، شمعة الاحتراق، ادي شمعة الاحتراق اهي موجودة. اذا ده محرك الاوتو او محرك البنزين. عدد الاشواط الموجودة في الانيميشن اللي قدامنا ده 4 اشواط، الشوط الاول الثاني الثالث الرابع. الشوط الاول شوط السحب، الشوط الثاني شوط الضغط، الشوط الثالث شوط القدرة او الاكسبانشن، الشوط الرابع والأخير الإكزوهوست. يبقى في انتيك، كومبريشن، اكسبانشن أو باور، وإكزوهوست أو شوط العادم. هنبص كده على الديزل انجن
ونشوف الأربع أشواط بالألوان بتاعته. شوف كده المؤشر ده لما يجي على الشوط الأول شوط السحب هتلاقي اللون الأزرق الفاتح أهو، خلاص حصل سحب، بعد كده أزرق غامق، آدي الضغط، بعد كده الإكسبانشن القدرة، وبعد كده آخر حاجة الإكزهوست. الصمام اللي هنا أو الفالف اللي هنا هيفتح في أول شوط، الشوط الأول أهو، آدي الصمام فتح، حصل السحب، بعد كده قفلوا الاتنين مع بعض، حصل الضغط، الاتنين مازالوا مقفولين، حصل الإكسبانشن، بعد كده الصمام بتاع العادم يفتح عشان يخرج العادم من هنا. نفس الكلام هيحصل في الأوتو إنجن. أول حاجة فتح أهو، أدي الإنتيك، بعد كده الكومبريشن، الصمامين مقفولين، بعد كده شوط القدرة، مازالوا مقفولين، بعد كده يفتح الصمام بتاع العادم يخرج العادم، وهكذا. كذلك مرسوم البي في دياجرام للديزل إنجن، والبي في دياجرام اللي من تحت ده للأوتو إنجن. أول حاجة أدي السحب أهو، بيبدأ عند 1 أتموسفير، بعد كده أدي الكومبريشن، الضغط بيزيد والحجم بيقل، بعد كده يحصل إكسبانشن، الحجم بيزيد والضغط يبدأ يقل، بعد كده في الشوط بتاع العادم يبدأ الحجم يقل، وطبعا الضغط ضغط الجوي، يعني الشوط الأول، بعد كده الضغط، بعد كده شوط القدرة، بعد كده العادم. ده في الديزل انجن. في الأوتو آدي السحب، بعد كده الضغط، بعد كده الاكسبانشن، وأخيرا العادم. وبكده شفنا الأربع أشواط في محرك الديزل أو المحرك اللي بيشتغل بالسولار، ومحرك الأوتو أو محرك البنزين. شكرا لحسن استماعكم. المحركات في العموم، محرك الديزل في الخصوص، في أنظمة مختلفة. يعني النظام محرك الديزل ليه أنظمة فرعية منه. نظام محرك الديزل اللي قلنا سيستم، يبقى فيه سب سيستمز لمحرك الديزل. هنخص بالذكر أربع أنظمة: نظام سحب الهواء وطرد العادم، نظام تبريد المحرك، نظام تزييت المحرك، نظام الوقود. نظام سحب الهواء وطرد العادم. الهواء ده لازم لأي عملية احتراق، وبالتحديد الأكسجين، لأن الأكسجين موجود في الهواء. عشان تتم أي عملية احتراق لازم التلات حاجات يبقوا موجودين مع بعض. إيه التلات حاجات دول؟ وجود وقود، وجود هواء أو أكسجين، ووجود شرارة للاشتعال. الكلام ده بيحصل في داخل المحرك بتاع الاحتراق الداخلي، في اسطوانة المحرك. إذن لابد من دخول الأكسجين داخل اسطوانة الاحتراق عشان تتم عملية الاحتراق. إزاي هيدخل الهواء أو الأكسجين الموجود في الهواء؟ عبر الممر ده، يبقى ده مدخل الهواء. الهواء هيدخل عادي خالص من الهواء الجوي، هيمر في الماسورة دي أو المجرى ده، وبعد كده بيحصل تنقية للهواء ده قبل دخوله لأسطوانة الاحتراق. طبعا هيدخل في اسطوانات الاحتراق كلها، لو أربع اسطوانات يبقى يدخل في الأربع اسطوانات، وبتتم عملية الاحتراق. بعد ما تنتهي عملية الاحتراق يبقى في مخلفات احتراق أو العادم. العادم ده بيخرج بعد فتح صمام العادم، هيخرج العادم مرورا بالمسار ده لحد ما يوصل للشكمان. قبل ما يخرج من الشكمان فبجيب حاجة اسمها تيربو تشارجر، بستفيد من طاقة الحركة اللي ماشي بيها العادم بيندفع بسرعة كبيرة، هستفيد بالطاقة دي وأعديها على تشارجر أو التربينة لها ريش، فهتدور التربينة دي هتلف، وبنفس التربينة من الناحية التانية نفس العمود ده هستخدمه في ريش تانية أو عمود تانية، كومبريسور أو ضاغط يضغط لي الهواء. يبقى إذن الضاغط ده ما شغلته ببلاش، ما دفعتش فلوس عشان الكمبريسور ده يستهلك لي طاقة، استفدت من الطاقة الحركية اللي بيخرج منها العادم عشان أدور العمود اللي متثبت عليه الكمبريسور ده. يبقى إذن الهواء هيدخل
من المجرى ده اللون الأزرق دخل المحرك، حصل الاحتراق، بقى عادم، خرج العادم قبل ما يخرج من الشكمان اللي هو في نظام الطرد ده، وبعد كده الشكمان يخرج العادم بالشكل ده، هعديه على تربو تشارجر عشان يدور لي الكمبريسور الضغط اللي هيدخل الهواء. يبقى ده نظام سحب الهواء وطرد العادم. نظام تبريد المحرك، تبريد المحرك باستخدام الماء ده بيكون عبر ما يسمى الرادياتير. نظام التبريد اول حاجة بيكون عندي تانك مية، ادي تانك المية اهو بيكون معبى بالمية، وبعد كده رقم اتنين، الجزء رقم اتنين ده الرادياتير. الرادياتير عبارة عن مجاري بتعدي فيها المية دي، والسيارة هي بتتحرك فهتتعرض دي الهواء، الأسهم دي مع دخول الهواء، فكده الرادياتير هيبرد بالهواء، وفي نفس الوقت فيه مروحة واخد الحركة بتاعتها من المحرك. يبقى إذا الرادياتير ده هيمر فيه الهواء عبر المجاري بتاعته زي سربنتينة، والرادياتير طبعا ليه غطا، غطا رادياتير هنملى منه المية من الغطا ده، وبعد كده فيه مجرى الماء البارد اللي هو رقم أربعة، بعد ما المية اللي هي جات من التانك مية باردة هتعدي في المجاري دي رقم أربعة، لسه مالي مثلا الرادياتير، وهتروح فين؟ هتروح للأجزاء المختلفة اللي أنا عايز أبردها، وبعد كده المية الباردة دي لما تعدي وتمر تقترب من أجزاء المحرك المختلفة هتسخن، يحصل تبادل طاقة حرارية، المحرك يبرد شوية والماء يسخن. فإذا عندي هنا رقم خمسة مجرى الماء السخن، خلاص المية هترجع تانية، دي منظومة كأنها في دورة هترجع مية سخنة. يبقى رقم أربعة دخلت للمحرك مية باردة ورجعت من المحرك مية سخنة. طيب المية دي هتتحرك ازاي؟ هتدور ازاي في الدورة دي؟ عبر مضخة، مضخة المية او طلمبة المية، طلمبة المية اللي هي رقم ستة عندي في الارقام دي. يبقى كده عندي في طلمبة المية ادي رقم ستة اهو، وادي الطلمبة بتاعت المية اللي هتضخ المية، تضخ المية الباردة تدخل وبعد كده ترجع سخنة. وفي المجاري وأنابيب لسريان المية رقم سبعة، دي مجاري سريان المية. ما دام في عندي درجة حرارة، حرارة بتعلى حرارة بتنخفض، يبقى بيكون عندي ثيرموستات أو منظم للحرارة اللي هو رقم تمانية، ثيرموستات أو منظم للحرارة. وآدي رقم تسعة اللي هي المروحة، هتبرد لي جزء من الكفر او الغطاء بتاع المحرك مع مين؟ مع الرادياتير. يبقى دي نظام او منظومة تبريد المحرك باستخدام المية. طبعا المية كل شوية دي بيحصل فيها فقد او تبخر، فلازم كل شوية افتح الغطاء بتاع الرادياتير وازود المية. منظومة تزييت مع تبريد المحرك، بزيت ليه المحرك؟ يجب تزييت المحرك لخفض درجة الحرارة، درجة الحرارة بتكون عالية فعايز انزل درجة الحرارة، يبقى ده غرض تبريدي. والغرض الثاني وهو المهم تقليل الاحتكاك، بعمل تزييت اي جزئين بيتحركوا بالنسبة لبعض فيحصل الاحتكاك، الاحتكاك هيولد حرارة، يبقى بعمل التزييت لخفض درجة الحرارة تقليل الاحتكاك بين أجزاء المحرك المختلفة. طيب منظومة التزييت دي مكونة من إيه؟ أول حاجة عندي وعاء بجمع فيه الزيت اللي هو من تحت ده بسميه الكارتير، بعد كده تيجي الطلمبة اللي هي دي البامب هتضخلي الزيت، تاخد الزيت من الكارتير وبعد كده توصلوا لأجزاء المحرك المختلفة. اللون الأحمر ده ده لون الزيت، هيروح في المجاري عشان يعمل تزييت وتبريد
لعمود المرفق والبستون مع السلندر وعمود الكمات لأنه بيحتك مع الصمامات. الزيت ده ممكن يبقى فيه أي رواسب أو حاجات متاكلة، فلازم قبل ما يدخل على البامب أو الطرمبة يعدي على فلتر، وكذلك عشان ما يروحش أي شوائب لأجزاء المحرك برضو الفلتر ده هينقي الزيت قبل دخوله للبامب وقبل وصوله لأجزاء المحرك المختلفة، وبعد كده الزيت ده هيرجع تاني للتانك، وهكذا تبقى دورة مغلقة. وكل فترة طبعا الزيت ده لازم يتغير، يجب تغيير الزيت بشكل دوري حسب تعليمات الشركة المصنعة. كل سيارة، كل معدة ثقيلة بيقول لك تغير الزيت كل كام كيلومتر، وطبعا كل نوع محرك له نوع زيت مستخدم، يبقى لازم اراجع الشركة المصنعة او الوكيل بتاع الشركة دي اللي اشتريت منها السيارة او المعدة الثقيلة عشان اقول له ايه نوع الزيت اللي انا استخدمه مع المحرك ده. دي دورة التزييت في محرك الاحتراق الداخلي. الزيت بيكون متجمع في الكارتيرة تحت، وبعد كده يتم ضخ الزيت الى الاجزاء المختلفة اللي بتتحرك حركة نسبية مع بعض. الأجزاء اللي هيتم تزييدها هي عمود المرفق بالركب المختلفة، المكبس لأنه بيتحرك حركة نسبية بين وبين الأسطوانة، عمود الكمات لأنه في حركة نسبية ما بين الكمات وبين الصمامات المختلفة، المنظومة الرابعة هي منظومة الوقود أو نظام الوقود. أنا بفول المعدة الثقيلة أو بفول العربية، بحط الوقود في التانك. ايه اللي بيحصل بقى بعد ما انا فولت العربية واتملى التانك؟ ادي التانك اهو، تانك السولر، تانك الوقود، الفول تانك. ايه اللي هيحصل؟ هيبقى فيه بامب طلمبة. يعني الى الان ذكرنا كام بامب؟ في طلمبة المية، طلمبة الزيت، وادي طلمبة الوقود. طلمبة الوقود هتاخد الوقود من التانك، وقبل ما يدخل على البامب لازم يعدي على فلتر برضو، ممكن يبقى فيه شوائب في السولار، وبالتالي لازم يبقى فيه فلتر ينقي لي السولار ده قبل ما يدخل للبامب. البامب هتدي ضغط او طاقة للسولار ده عشان يوصل لداخل محرك الاحتراق الداخلي، فهيمشي السولار ده في مجاري مسورة كبيرة اهي، وبعد كده يتوزع على كل اسطوانة. طيب هل هيتم مباشرة كده من البامب ضخ السولار لحد ما يدخل داخل غرفة الاحتراق؟ الاجابة لا، بيكون فيه نظام بينظم لي دخول السولار ده لغرفة الاحتراق بنسبة معينة او كمية معينة. عن طريق ايه؟ عن طريق الرشاشات دي، دي رشاشات السولر، كل رشاش من دول بيكون داخل اسطوانة، داخل الاسطوانة بيكون ظاهرة منه جزء داخل الاسطوانة والجزء التاني من بره، وبالتالي حسب الكمية اللي انا محتاجها عشان يحصل الاحتراق هيتم رش السولار داخل غرفة الاحتراق، ويتم الرش في انهي شوط؟ في شوط الضغط. قبل نهاية شوط الضغط كده بشوية يتم رش السولر فبيحصل الاحتراق، وطبعا لازم يبقى فيه كمية من السولر ترجع تاني
للتانك عشان احافظ على الضغط، يبقى في حساس للضغط، ضغط لو زاد عن كمية معينة او الكمية اللي انا محتاجها دي بضخ كمية زيادة عنها، فالزيادة هيرجع للتانك. يبقى دي دورة او نظام الوقود. أتمنى تكون محاضرة اليوم واضحة، وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. شكرا لحسن استماعكم.